إن الوصول إلى جوهر الاكتشاف يتطلب البحث في الأعماق، حيث الأنماط تكشف عن التغيرات في حياتنا اليومية. كل شيء يبدأ بفكرة، رؤية من حياتنا، رؤية تقودنا لمواصلة بحثنا عن آفاق بعيدة وإمكانيات جديدة. منذ عام 2005 تولى مجلس البحث العلمي الإشراف على البنية التحتية البحثية العمانية ودعم الموارد البحثية التي تلبي الأولويات الوطنية. وكجزء من المجتمع العالمي، يتعاون مجلس البحث العلمي مع شبكة واسعة من المنظمات الوطنية والدولية للوصول لآفاق جديدة وإيجاد حلول لأكبر تحديات عصرنا. منذ أن أنشئ المجلس كانت مهمته الأسمى دعم المبادرات البحثية الوطنية وتوفير فرص العمل وتشجيع روح المبادرة والسعي لتحقيق الحياة الكريمة لساكني هذا الوطن. يدعم المجلس العديد من المشاريع العملية الهامة لمجموعة واسعة من الصناعات بمخصصات بلغت 35 مليون ريال عماني. مشروع الابتكار الوطني هي مبادرة تم تصميمها من قبل المجلس لتفعيل البرامج التي تقدم وتدعم الابتكار في المجتمع والمدارس والجهات الأكاديمية والصناعية. التغيير في حد ذاته ليس كافياً، لأن التغيير قد يكون سلبياً. لذا السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نتغير إلى الأفضل؟ وهنا يأتي دور الابتكارات التي ستوجهنا نحو أفكار جديدة لتلبية احتياجاتنا لتحقيق تغيير إيجابي. مجلس البحث العلمي في صميم الابتكار. حياكم الله مشاهدينا. إذا مثل ما شفنا في المادة الفيلمية اللي عرضت قبل هذا اللقاء، إن مجلس البحث العلمي عادة ما يعنى ببناء استراتيجية وطنية لدعم البحوث والدراسات وأيضا تمويلها لتأسيس منظومة إبداعية تستجيب للمتطلبات المحلية وأيضا التوجهات العالمية. في محطتنا في الدقائق التالية مشاهدينا راح نحاول نسلط الضوء على الاستراتيجية المتبعة لدعم البحوث وأيضا دور مجلس البحث العلمي في تشجيع الإبداع والابتكار لدى المجتمع العماني، من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستديو الدكتور فهد بن سالم الحوصني مدير إدارة البحوث بمجلس البحث العلمي. مساكم الله بالخير دكتور فهد. مساكم الله بالخير. حياكم الله. إذا يعني مجلس البحث العلمي وإن كان أنشئ من 2005 إلا أنه فعليا بدأ بالعام 2009. لو نتكلم خلال هذه الفترة منذ تأسيسه وحتى اليوم 2014، يعني كيف تقيمون أعمال المجلس منذ بدايته وحتى اليوم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية شكرا على الدعوة واجب، ونشكر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على جهودها الحقيقة في إبراز دور مجلس البحث العلمي. مجلس البحث العلمي أنشئ في 2005 بموجب المرسوم السلطاني 51/2005، ومن ذلك الحين عكف المجلس بالعمل مع الجهات المختلفة لإنشاء استراتيجية وطنية للبحث العلمي. نعم. اعتمد في تلك الفترة على يعني نموذج لبناء خطة الاستراتيجية الوطنية من حيث دراسة الواقع والتحديات وال يعني الرؤية المستقبلية، ما يريد المجلس وتريد الجهات الأخرى الوصول إليه في 20 سنة قادمة. فكان ثلاثة محاور التي تم يعني تحديدها في تلك الفترة، وأولها كان عملية التمكين. جميل. وعندما نتكلم عن التمكين فنحن نتكلم عن
كثير من المعوقات التي تعترض مسيرة البحث العلمي. ثم هنالك مسألة المواءمة بين نشاط البحث العلمي وبين الأولويات الاستراتيجية للسلطنة. ثم هنالك مرحلة التميز التي يرغب المجلس الوصول إليها في مواضيع معينة، مجالات معينة، بحيث تكون السلطنة هي إقليميا وربما حتى دوليا يعني متميزة فيها ويلجأ إليها في مجال البحث العلمي. جميل جدا. هذه إذن هي المحاور الثلاثة اللي كانت يعني اشتغلتوا عليها منذ بنيت عليها الاستراتيجية. بعد ما اعتمدت الاستراتيجية، طبعا لما نتكلم عن الثلاث محاور هذه كان الخيار إما أنه يركز على محور التمكين لمدة 20-15 سنة، أو أنه يشتغل على التمكين فترة ثم يبدأ العمل على مسألة المواءمة. جميل. ثم بعد ذلك تبدأ عملية السعي للتميز. نعم. في نهايات 2008 بدأ العمل تمويل مجموعة من البحوث الاستراتيجية لتحقيق أهداف مركزة بالدرجة الأولى. نعم. على مرحلة التمكين. إزالة كثير من المعوقات والتحديات في عملية تنمية مسيرة البحث العلمي، خلينا نسميها. يعني الآن تقريبا نقدر نقول قبل سنة أو سنة ونصف بدأ العمل على مسألة المواءمة، فبدأنا نشتغل على مواضيع استراتيجية نوائم بحيث يكون هناك موائمة بين الموارد المتاحة للبحث العلمي والمواضيع والمجالات المهمة للسلطنة. جميل جدا. يعني لو نتكلم عن أبرز المعايير، خلينا نقول، في اختياركم أو دعمكم للبحوث من قبل المجلس. الحقيقة هناك يعني عدة برامج، وكل برنامج ربما يختلف شيئا ما عن البرامج الأخرى. فعندنا مثلا البرامج اللي هي تدعم البحوث بشكل مباشر. نعم. عندنا برنامج اسمه برنامج المنح المفتوحة. هذا البرنامج يعنى بمبادرات الباحثين أنفسهم، المجالات التي يرغبون أن يعملوا فيها. والآن يعني نتكلم عن قرابة 120 مشروع في مختلف المجالات. نعم. يقيم علميا طبعا، ويقيم من حيث علاقة هذا الموضوع بالاحتياجات في السلطنة، وبالتالي إن عدى مرحلة التقييم كان يمول. عندنا برنامج المنح الاستراتيجية، وهو أكثر من كون منح، هو عقود في مجالات معينة. يمكن اطلعت على يعني في بعض وسائل الإعلام برنامج السلامة على الطرق على سبيل المثال، هنالك برنامج مرض دوباس النخيل، هنالك برنامج المرصد الاجتماعي، وحديثا اعتمد برنامج الطاقة المتجددة. فهذه مخصصة لمجالات بعينها، تمويلها يختلف تماما عن التمويل في البحوث المنح المفتوحة. هنالك برامج أقل يعني من حيث زخمها، مثل برنامج دعم الخريجين، برنامج دعم الطلاب. نعم. يعني هل يشترط في هذه البحوث دكتور فهد أنها تكون يعني بحوث استراتيجية ذات أهمية وطنية؟ إذا تكلمنا عن برنامج المنح الاستراتيجية، نعم. نعم. ولا بد أن تكون في نفس المجالات التي حددت. نعم. إذا تكلمنا عن برنامج السلامة على الطرق، لا بد أن يكون موضوع البحث في أحد المواضيع أو المجالات اللي طرقها البرنامج. لو تكلمنا عن برنامج مثلا الطاقة المتجددة، لابد أن يكون في مجال الطاقة المتجددة. صحيح. نعم. يعني عادة لما نستضيف ضيوفنا في مختلف المجالات ونتحدث عن جانب اللي هو البحوث، تكون دائما الصعوبات في عملية دعم هذه البحوث، ولكن الجميع ضيوفي من الداخل والخارج يشيدون أن في السلطنة لا يوجد يعني هذا التحدي، ولكن البحوث ولله الحمد تلقى كل الدعم بوجود مجلس البحث العلمي في دعمها وأيضا تمويل هذه البحوث. خلينا نتكلم عن عدد البحوث الإجمالي إذا كان العدد موجود اللي دعمها المجلس حتى الآن. إذا تكلمنا عن برنامج المنح المفتوحة، طبعا مثل ما أسلفت أنه هناك برامج. نعم. وكل برنامج صحيح. تحت مظلته
بحوث بطبيعة معينة. فتكلمنا عن برنامج المنح المفتوحة على سبيل المثال، عندنا قرابة 120 مشروع بحثي في مجالات يعني متعددة، الطاقة، تقنية المعلومات، العلوم الاجتماعية وإلى آخره. جميل. لو تكلمنا عن البرامج الاستراتيجية، نتكلم عن قرابة 9 مشاريع في برنامج السلامة على الطرق، 6 مشاريع في برنامج دوباس النخيل. نتكلم الآن في إطار توقيع بعض الاتفاقيات في برنامج المرصد الاجتماعي، ويعني ما زال العمل جاري في موضوع الطاقة المتجددة. فنتكلم عن يعني قرابة 140-150 مشروع إجمالي. جميل. يعني وإحنا نتكلم إن الدعم ولله الحمد موجود، ولكن إيش أبرز التحديات الأخرى اللي تواجهونها؟ هل مثلا في مجالات أو خلينا نقول برامج يكون فيها الإقبال أكثر من غيرها، وأنتم بالعكس محتاجين في بعض المجالات لبحوث أكثر، أو خلينا نقول لا يوجد بحوث وبالتالي أنتم أصلا محتاجين لبحوث في مجال معين في السلطنة؟ هذا سؤال يعني حقيقة جيد. يعني الاستراتيجية الوطنية حددت 6 مجالات. الطاقة والصناعة. نعم. العلوم الاجتماعية والإنسانية، الموارد البيئية الموارد البيئية، وأيضا يعني تقنية المعلومات والصحة والمجتمع. الآن من حيث البيانات المتاحة لنا نجد أن هناك تركز في بعض القطاعات، وبعض القطاعات الحقيقة محتاجة أيضا يعني نوع من الاهتمام. صحيح. فلذلك بدأ المجلس قبل فترة، يمكن لاحظتوا أيضا في وسائل الإعلام، حملة توعية في مختلف الجامعات على أساس أنه يكون شيء نوع من الوعي بأنه التمويل موجود ولكن نحتاج مبادرات من الباحثين. بالضبط. لان ما زلنا في مرحله التمكين. يعني التركيز في مرحله التمكين ما زال. والله الحديث يعني يطول في هذا الموضوع وعندنا الكثير من النقاط، ولكن للاسف الوقت ادركنا. الدكتور فهد بن سالم الحسني مدير اداره البحوث بمجلس البحث العلمي، شكرا جزيلا لك على هذه الاضاءات فيما يخص اعمال واستراتيجيه مجلس البحث العلمي في دعم البحوث في السلطنه. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. اذا محطه بعد الفاصل، خليكم معنا عشان تعرفون موضوعها.